السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم على الوحدة 8 الحركة الدورانية القسم 3 الاتزان منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ولا أؤجل عمل اليوم إلى الغد. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل باستمرار. يحمل شخصان طرفي لوح خشبي كتلته وطوله، يوضع صندوق كتلته على اللوح ويبعد مسافة عن أحد طرفيه. جاب لك الرسمة، أعطاك الرسمة، أعطاك الأبعاد إلا الكتل، ما فردت إلا الكتل مكان للمعطيات والمطالب مشان مساحة الشريحة. بس رسمت، لاحظ كيف رسمت هنا، رسمت اللوح الخشبي، رسمت اف واحد واف اثنين واف جي اللي هي وزن اللوح الخشبي كله، واف شرطة جي اللي هي وزن الصندوق، ونزلت الابعاد اللي هو ذاكر لك اياها حتى نوجد مقدار اف واحد او اف اثنين. انا فرضت انه محور الدوران عند هذا المكان، فمعناته عزم اف واحد يساوي الصفر، فاف جي معلومة واف شرطة جي معلومة، وهذه بتبقى المجهول. منطبق شرط العزم، شرط الاتزان، مجموع القوى تساوي الصفر ومجموع العزوم تساوي الصفر. هنا حطبق هذه. نفرض ان الجسم يدور حول النقطة A. قبل ما نبدأ بتطبيق شرط العزم بنحدد R2 كام، R شرطة كام، R هي RG، R هي RG لمركز الثقل الكلي، ومنعوض FGR يعني عزم القوة FG سالب. ليش حطيته سالب؟ تعال نشوف اف جي حتدور الجسم في اتجاه عقارب الساعة، لذلك عزمها سالب. اف شرطة ار شرطة بنفس الطريقة حتدور الجسم باتجاه مع عقارب الساعة. اف اتنين ار اتنين موجب، وين اف اتنين؟ هذه اف اتنين بدها تدور الجسم عكس اتجاه عقارب الساعة. فعرفنا منين اجت السالب والموجب بهذه المعادلة يساوي الصفر. برتب، خليت بهذا الطرف اف اتنين ار اتنين لان انا عم دور على اف اتنين، والباقي وحطيته هنا. اف اتنين وتساوي اف جي ار زائد اف شرطة جي ار شرطة على ار اتنين. منعود كل قيمة بقيمة. هون انا شو سويت؟ 9.8 اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية طالعتها لتسهيل الحساب فقط، فبيطلع F2 63 نيوتن. لسه بدنا F1. لحساب F1 بنطبق شرط الاتزان الثاني، مجموع القوى F1 زائد F2 أخذوا الإشارات الموجبة. ليش؟ لأن F1 باتجاه Y الموجب، وف اتنين في اتجاه اف واي الموجب. اف شرطة واحد اخذت الاشارة السالبة لانها في اتجاه واي السالب، اف شرطة جي اخذت كمان الاتجاه السالب، الاتجاه السالب لانها في اتجاه واي السالب. احنا عم ندور على اف واحد، منرتب المعادلة، يعني لازم تشتغل بايدك، تصير بهذا الوضعية. منعود لان كل القوى موجودة عندك، إذا مش موجودة بتقدر تحسبها. هاي الكتلة في عجلة الجاذبية، هاي الكتلة في عجلة الجاذبية سالب F2 اللي أنت حصلت عليها، تصير F1 بتساوي 37 نيوتن. في أمان الله، وما تنسونا من الدعاء.